أصدقائي المتابعين، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد، فيديو مفرح لأنصار النصر السعودي، فيديو مبهج حيث أن اللمسة الأولى لكريستيانو رونالدو بالهدف الأول في باريس سان جيرمان الفريق العالمي. استطاع كريستيانو رونالدو من ضربة جزاء أن يسجل الهدف الأول لفريق النصر والهلال أمام باريس سان جيرمان بعد ارتقاء لكريستيانو رونالدو وتسديدة ناحية المرمى، لكن الحارس نافاس أبى أن تسجل الكرة ولكمه في وجهه، وقع أسريها على الأرض مطرح على الملعب حتى أنقذته الإسعافات الأولية للفريق، وبالتالي الهدف الأول لكريستيانو في النصر، وفرحة عارمة لأنصار النصر في هذه المباراة، وفرحة خاصة لتركي الشيخ في المدرجات. سنوافيكم بالمزيد عندما يرد إلينا جيفابكم معنا وتحليل للمباراة العظيمة.